من الرياض الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء. دكتور عبد الله أهلا بك. إذا الآن نحن نتحدث بشكل واضح عن شطب ديون من قوائم الكهرباء المالية. شكرا الله أخت فاطمة وشكرا لك والقناة العربية على استضافتي. وفعلا هذا محتوى المرسوم الملكي الذي صدر الأسبوع الماضي. طيب حدثنا عن الديون المترتبة الآن على شركة الكهرباء، عندكم أيضا ذمم لصالح شركة أرامكو يمكن تفوق 20 مليار، أنتم بتتحدثوا عن توتل ديون بحدود 66 مليار ريال، أين تقف ديون الكهرباء الآن بعد شطب 6 مليار وهل سوف تقومون بنفس الخطوة مع أرامكو لربما؟ مبررات شطب 6.1 مليار المستحقة للبلديات تختلف عن المبررات لديون أرامكو وديون الجهات الأخرى. الرسم الذي يقر بواقع 2% من المبيعات لصالح البلديات في عام قبل عام 1376 صدر في ذلك الوقت لأنه كان القطاع الخاص هو من يقوم بتقديم الخدمة الكهربائية وعلى أسس تجارية، وكانت تصل التعرفة إلى 38 هللة في ذلك الحين التي تبلغ الآن عدة ريالات. وفي عام 1396 أيام سرعة النمو في المملكة العربية السعودية رأت الدولة أن القطاع الخاص لا يستطيع مواكبة هذا التطور بتقديم الخدمة الكهربائية المطلوبة، فدخلت كشريك فاعل في صناعة الكهرباء، وأصبحت الآن الدولة تملك حوالي 80% من هذا القطاع، وخفضت التعرفة في عام 1396 إلى 5 هللات للاستهلاك السكني والحكومي والتجاري والصناعي، والتزمت بدفع معونات لشركة الكهرباء، وتحسن أيضا وضع دخل البلديات من ميزانية الدولة، فأصبحت شركة الكهرباء لا تستطيع أن تدفع المستحقات والتعرفة أقل من التكلفة التجارية، وتراكمت عليها ديون من ذلك الوقت على مدى 40 سنة بحوالي 6.1 مليار ريال. رفعت الشركة طلب للهيئة ورفع إلى مقام مجلس الوزراء بنظر في هذا الرسم، ودرس في مجلس الوزراء وفي مجلس الشورى ورأوا أنه من الأجدى والأصلح لشركة الكهرباء وللدولة إلغاء هذا الرسم وشطب الديون المترتبة عليه، لأنه إذا أقر سوف تتحمل الشركة مبالغ إضافية وسوف تحول هذه إلى زيادة في التعرفة اللي أيضا بتأثر على التعرفة الخدمة المقدمة للمستهلك. هل تحاولون أن تشطبون المزيد من الديون؟ هل رفعتم طلبات أخرى لكي تنظفوا قوائمكم؟ دمم دائنة أكبرها كما ذكرت شركة أرامكو. أعطينا أيضا الرقم اللي تقف عنده الديون المترتبة على الكهرباء، يعني لو احتسبنا 6 مليار إحنا بنتحدث عن 66.3 مليار ريال هي الديون المترتبة على الكهرباء المفروض تدفعها لجهات مختلفة، سواء تحدثنا عن أرامكو، البلديات، تأمينات محتجزة من المقاولين، الطاقة المشتراة، دمم موردين وأخرى. لا، الديون الأخرى ديون مستحقة وسوف تقوم الشركة بتدبر تسديدها، والدولة أيضا ملتزمة بدعم قوي للشركة سواء من ناحية القروض الميسرة أو من ناحية تخفيض سعر الوقود أو تعديل التعرفة مستقبلا لتمكين الشركة من الاستمرار في تأدية الخدمة بطريقة تجارية. يعني إجمالي القروض الآن للكهرباء 60 مليار؟ 60 مليار لقروض غير القروض الحكومية. غير القروض الحكومية. نعم. طيب الآن البلديات حتدفع فواتيرها مثل العادي، يعني أنتم مش مضطرين أنه هي البلديات ما حيطالبوكم بأي رسوم إضافية ابتداء من هذا العام 2017، وأنتم فواتيرهم حتندفع بشكل طبيعي من الآن فصاعدا. نعم، رسوم الفواتير البلديات والإدارات الحكومية الأخرى بتدفع باستمرار من قبل وزارة المالية وهذا مفروغ منه. دكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، شكرا على هذا التوضيح.